بعد كده بقى هنروح ليه زي ما قلت لحضراتكم، وعندنا الأخبار النهاردة بالنسبة للرئاسة، وإنه طبعا مصطفى بكري كان قبل ما يتم الإعلان ده قال لك عندنا مفاجأة. انتوا طبعا يعني احنا شفنا موضوع السيد البدوي وإنه اجتمعت، كنت معاكم لغاية يوم الجمعة، وكان هو بالفعل راح وعمل الكشف الطبي وقال لك إنه الحزب هيجتمع يوم السبت وهيقرر الأمر، والحزب لما اجتمع يوم السبت رفضوا انه يكون البدوي او اي حد من الحزب مرشحا امام الرئيس السيسي، وقالوا احنا دعمنا الرئيس السيسي ولا يمكن ان نسيء لاسم وصورة حزب الوفد العريق. جينا بعد كده طب نبحث عن البحث عن اخرين، ولقينا انه مصطفى بكري بيقول لك يا جماعة اتنين كمان مش واحد بس من الاحزاب، وطبعا يعني مين بقى التاني ده؟ كان حد اسمه الفضالي، يعني واللي هو الفضالي ده طبعا احنا مرتضى منصور، يا جماعه تقولوا الناس ممكن تسأل هو مرتضى منصور طب كان فين؟ وهو قال انه هيترشح. مرتضى منصور اساسا يعني ولا عمل اي حاجه في موضوع الترشح ده، وانتوا عارفين طبعا موقف مرتضى منصور، وقال ايه بقى؟ ان هو اعلن انسحابه من انتخابات الرئاسه، ومؤتمر صحفي كان انعقد في مكتبه بشارع احمد عرابي قال لك انه اعلان تفاصيل اعاره علي جبر مدافع الفريق الابيض، يعني اساسا ما كانش موضوع يعني مش مؤتمر صحفي علشان موضوع الترشح يعني، وكان المؤتمر برضو علشان التعاقد مع النقاز وبعض الصفقات الجديده خاصه بالنادي الزمالك يعني. فراح قال لك بقى انه انا يعني انا مش يعني يا جماعه منسحب من الانتخابات، وان شاء الله هيعمل مؤتمر تاني علشان يقول لنا هو هيرشح مين المرشح اللي هيسانده في الانتخابات. يعني تخيلوا بقى، اصل احنا عندنا دلوقتي اتنين، عندنا الرئيس السيسي وعندنا اللي هو موسى مصطفى موسى. دي مشاهد كانت من التقرير بالنسبة ده زي ما انتم شايفين ده حضراتكم الخاص بالنسبة للبدوي بقى، والقصص اللي هي بتاعت حزب الوفد اللي انا كنت لسه قايله لحضراتكم عليها حالا، انه حزب الوفد لما اجتمع أعلن بأنه لن يترشح البدوي أو غيره يعني بالنسبة للانتخابات الرئاسية. ده نموذج التأييد اللي انتوا شايفينه. المهم يعني ايه، عشان بس يعني مفيش داعي نعرض التقرير، احنا خلاص قلنا اللي فيه، انا بس بقول لكم على الجديد بقى، انه لقينا انه حضراتكم اللي هو واحد اسمه فضالي، برضو مين يا جماعة الفضالي ده؟ حزب من حزب السلام الديمقراطي. قال لك الاول امبارح قال لك ايه؟ قال لك انه الفضالي حزب السلام الديمقراطي بيعلن ترشح احمد الفضالي، ولما تسألوا قال طب انت عملت ده الكشف الطبي كان اتقفل من يومين، انت عملت كشف طبي؟ قال لك لا بس احنا هنجتمع برضو وندرس. اللي هو انتوا يا جماعه في ايه يعني؟ الكلام ده اللي هو معناه ايه يعني؟ اذا كنت انت ما دخلتش الكشف الطبي اساسا بتدرسوا ايه كحزب؟ حزب السلام الديمقراطي بتدرسوا ايه يعني؟ الشروط الموضوعه انه يكون في كشف طبي وانتوا ما قدمتوش لكشف طبي، وبعدين النهارده يقول لك ايه يا جماعه الفضالي اعتذر. اعتذر عن ايه اساسا اذا كان هو ممشيش في اي حاجه؟ وقال لك برضه حكايه انه في ده احنا معانا توكيلات. توكيلات ايه برضه؟ وبناء عليه طب وانت لو معاك توكيلات نفس الفكره، طب انت ما اتكلمتش ليه من بدري؟ اشمعنى جاي تتكلم امبارح واشمعنى جاي النهارده تعتذر في اخر يوم مغلق فيه الترشح يعني؟ فاللي هو يعني اللي هو ايه يعني، في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ وموضوع برضو مصطفى بكري، ما هو مصطفى بكري كان قبل كده قال لك على حمدين صباحي، وبعدين مصطفى بكري برضو قال لك على السيد البدوي، وبعدين مصطفى بكري برضو قال لك على ان في مرشح حزبي، وبعدين في مرشح حزبي مفاجاه. طب هي ليه المفاجاه؟ يعني التساؤل الحقيقه، انتوا ليه عايزين تفاجئونا وتفاجئوا الشعب المصري وتفاجئوا العالم يعني؟ هو الاخ اللي عايز يترشح ده من زمان ما كانش ليه بيعلن؟ يعني هو ايه داري على شمعتك تقيد مثلا؟ يعني المفاجاه وعنصر، والمفاجاه وعنصر ان انت حتى حد من الحزب سمعت ليه بعض التصريحات قالك احنا كنا شغالين بسريه، ليه سريه؟ يعني طب حد يقنعني؟ يعني ايه فكره السريه في الموضوع؟ وايه فكره على اخر لحظه؟ يعني بصوا هنا الكلام كان ايه من مصطفى بكري، قال لك يعني انه هيقدم كما قلت سابقا، يعني معلش نجيب التغريده تاني بتاعت مصطفى بكري، كما قلت سابقا لن يكون الرئيس السيسي مرشحا وحيدا في الانتخابات الرئاسيه القادمه، وكانه مثلا ايه الراجل كان بيتنبأ. طب يعني هو الفكره وغدا سيكون هناك مرشح حزبي؟ مفاجاه يا جماعه، مفاجاه. كل اتفاجئتوا ولا ما اتفاجئتوش؟ وهيتقدم باوراقه وتزكياته طبعا. يعني
الامر برمته. حتى ناس طبعا ليهم اراء بتقول خلاص احنا عارفين، اولا موسى مصطفى موسى مع احترامنا لشخصه يعني وايا كان تاريخه، لانه يعني ما تسمعش عنه غير في بعض المناوشات اللي كانت ليها علاقه بحزب الغد، وفي حد برضو كان قال لك ان هو لما كان في خلافات على رئاسه حزب الغد وجاب ناس وحرقوا الحزب بالاعضاء اللي فيه، وانه يعني محاوله حرق الحزب والكلام ده كله يعني ده من التاريخ. القصه هنا انت بتتحدث انه يعني كثير من المحللين يروا انه الفارق كبير جدا بين مصطفى موسى وبين الرئيس السيسي المرشح الاخر. فلماذا؟ لماذا تقدمت؟ لماذا كانت هناك سريه؟ لماذا فاجئتونا؟ يعني ليه فاجئتونا؟ ليه عنصر المفاجاه اللي هي ايه ده؟ هنفاجئكم وهيبقى في مرشح في اخر وقت. ليه برضو اخر وقت؟ تمام؟ طبعا هو النهارده اتعمل مؤتمر صحفي وصرح وقال لك هو هيرد على كل الردود. انا مش عارفه بصراحه، ما شفتش المؤتمر الصحفي، ويعني انه يا ترى هل في هذا المؤتمر الصحفي رديت علينا رد مقنع في هذا المؤتمر؟ التساؤل بتاع انه طب ليه ما جبتيش سيره من قبلها؟ ليه ما اتكلمتوش؟ ايه معنى ان انتوا في اغسطس قدمتوا؟ يعني ممكن برضو تكون في، يعني ده اللي انا شفته خبر في اغسطس، لكن ممكن كان الايام اللي فاتت كانوا برضو يعني اعلنوا عن تاييدهم للسيسي ولا ايه؟ الله اعلم. طب نسمع جزء طبعا المؤتمر، انا مش عارفه برضو كان على مدى قد ايه، بس يعني نشوف قال ايه. وفي نفس الوقت برضو كانت الناس اللي قالوا يعني لما تم سؤاله عن موضوع هل انت ستكون مرشح الاخوان، وهل مثلا زي ما كان عنان بيقول انه ممكن يبقى فيه، يعني المسؤول عن المتحدث عن عنان لما كان بيقول لك ان هنعيد محاكمات، فالحقيقه قالوا انه حمله موسى مصطفى رد واضح يعني من بالنسبه لموقفهم من الاخوان وقطر لا تنازل او تصالح، وانه قرار المشاركه جاء من الانتخابات جاء من الهيئه العليا لحزب الغد. نستمع لهذا الجزء من المؤتمر الصحفي لموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد والمرشح الثاني للرئاسه. وفي وجود قمتين كبار كان صعب جدا ان احنا نخش نعمل اختراق في النص ونخش في جو ما هوش منسق تماما. لما الفريق شفيه انسحب وجه الفريق عناني دخل واستبعد، وجه خالد علي ما دخلش، ومحمد انور السادات انسحب، واستاذ مرتضى منصور انسحب، فاصبحت القصه كلها ليها علامات استفهام كبيره جدا. هل مصر هتستمر بهذا الموقف ونبقى جهاز منصور فقط لا غير، في حين ان احنا كحزب الغد وكشباب حزب الغد وقيادات حزب الغد احنا الناس اللي عاملين دراسات حقيقيه على ارض الواقع، عاملين دراسات تقدر تساعد الشباب المصري، عاملين اوضاع النهارده هتخلي الشباب يتغير تاريخ فكرهم وامكانياتهم في المرحله اللي جايه. وده مش كلام احنا بننشره، ده كلام فعلا ودراسات حقيقيه وموجوده وطرحناها قبل كده وقبل التنفيذ على ارض الواقع في عنصر زمني قصير جدا. فاخذنا قرار كهيئه عليا ان احنا نشارك في الانتخابات بعد ما لقينا في الساحه ما فيهاش منافسه اساسا، واحنا عارفين ادوارنا كويس جدا وعارفين دورنا ازاي، واحنا داخلين مش داخلين نجامل حد ولا حد يزايد علينا، لان احنا ما بنزايدش علينا من حد، احنا داخلين فعلا المنافسه الحقيقيه، داخلين نخش النهارده انتخابات رئاسيه حقيقيه تقدر تدي دور محترم للشباب المصري والمواطن المصري، وبالتالي احنا مش داخلين نجامل حد ولا نقبل حد يجاملنا، فبالتالي دورنا واضح تماما. وانا عايز اكد الناس اللي عندها بعض التساؤلات وان انا هستقبل التساؤلات دي، ان احنا فعلا حزب الغد والمجموعه اللي معانا كلنا لا نجامل حد ولا نعمل لصالح حد. لا هو صورة ولا هو مجاملة وحكى لكم، اقتنعتوا؟ لو اقتنعتوا كويس قوي. وكل ما الأمر يعني قال لك لا وبرضه معقول الحياة السياسية تكون شكلها كده؟ ما هي شكلها كده من سنين. أنتوا إزاي اتفاجئتوا إنه ما فيش حياة سياسية وما فيش أحزاب وما فيش وجود لأحزاب؟ هل دي كانت مفاجأة برضه للدنيا ولا إيه؟ يعني اتفاجئتوا بحاجة موجودة من زمان جدا؟ طيب يعني أتمنى إنه يكون ده درس، ولكن يعني كان من داخل الحزب نفسه اعتراضات. النوبي أبو اللوز أمين عام حزب غد الأقصر استقال وأعلن في بيان له اليوم أن رئيس الحزب لم يتواصل مع أمناء حزب الغد بالمحافظات بخصوص قرار ترشحه للرئاسة، لافتا إلى أن قرار الترشح جاء منفردا ولا يعبر عن أهداف الحزب وسياساته المؤيدة لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة ولايته الأولى. يعني الحزب مؤيد، أعضاء كثيرين في الحزب مؤيدين،
ايه بقى فكره المفاجاه والترشح وانه لا 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 احنا يعني بنثبت انه في حياه سياسيه، وبعد ما شفنا الفريق شفيق وشفنا مش عارف خالد علي وشفنا طب ماشي خلاص ما علينا. طبعا يعني تم غلق باب الترشح بالفعل في الانتخابات الرئاسيه، وستقوم اللجنه الوطنيه للانتخابات ببحث الأوراق المتقدمين بها المرشحين الحاليين، الرئيس قيس السيسي اللي قدم أوراقه منذ عدة أيام، واليوم مصطفى موسى اللي هو كان قدم أوراقه في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح. طبعا يعني زي ما قلت لحضراتكم إنه ما علينا، يعني هنشوف بقى الفترة اللي جاية وهنشوف البرنامج. أنا لغاية دلوقتي برضه هو قال لك أنا عندي برنامج، ما أعرفش البرنامج اللي هيتحط في كام ساعة ده هيبقى أخباره إيه، ولكن كلنا هنتابع هذا البرنامج إن شاء الله ونشوف الدنيا. الحقيقة أن بعض الإعلاميين وكما قيل في المحطات التلفزيونية العربية والعالمية أنه بدأ الإعلاميين المصريين أنه يتحدثوا عن كده، عن يتحدثوا عن أنه في تغييب للسياسة في مصر. طب هل ناقشتم الأسباب التغييب من قبل؟ هل تعرضتم لماذا هذا التغييب؟ إيه اللي حاصل؟ طيب يعني إيه الفكرة في أن إحنا يعني ما كانش في حياة سياسية ومنافسة حقيقية، وما كانش في ناس تبرز على الساحة السياسية يعني تكون بارزة ويكون ليها آراء، وحتى لو هي زي ما بيقولوا في ناس بتقول هو ليس اعتراض على الإنجازات اللي قام بها الرئيس السيسي، ولكن أنه في معارضة للأولويات، يعني الكلام كله يتقال تحسوه كلام متزوق كده. طبعا من ضمن الإعلاميين اللي شنت حملة هي لميس الحديدي، وطبعا معروف موقف لميس الحديدي وعمر أديب، ولكن هي شنت عفوا هجوم حاد على الوضع السياسي الحالي في مصر، وبتقول ان الصورة الكاملة بتقول ان في غياب للسياسة. ده اللي هو برضو احنا اتفاجئنا النهاردة انه في غياب للسياسة. يعني هي طبعا الكلام ده قالته منذ يومين، وقالت انا هقول كده الكلام ده واجري على الله يعني، ويعني حتى لو شالوني من على الهواء، يعني اللي على اعتبار انه ده موقف يعني جريء لتوصيف الحال اللي بتمر بيه مصر. نستمع لهذا الجزء. السياسه شويه، والحقيقه ان الفتره اللي فاتت كان فيها تفاصيل كتيره مزعجه كلنا انزعجنا منها من فتره طويله، لكن انا بحب ابص على الصوره الكامله، الصوره كامله، والصوره الكامله بتقول ان هناك غياب للسياسه. وانا هقول الكلام ده بقى والاجر على الله، طلعت بكره ما طلعتش بكره، شالوني على الهوا شالوني، يعني انا هقول الكلام اللي لازم اقوله وانس اند فور اول زي ما بيقولوا. هناك غياب وتغييب للسياسه، لا توجد سياسه في مصر، احنا عملنا السياسه باحتقار، واعتبرنا انه اي حد بيشتغل في العمل السياسي هو يا اما عميل يا اما يجب الهجوم عليه يا اما يجب انتقاده بشده. لا يوجد وزير سياسي، لا يوجد رئيس وزراء سياسي، لا يوجد مستشارين سياسيين للرئيس، والرئيس يجب ان تكون حوله مجموعه استشاريه سياسيه في العالم كله كده، مجموعة استشارية تقول له مجموعة من الآراء، تقول له مختلف الآراء، هنا ده بيقول كذا وده بيقول كذا، طب نعمل كذا، طب نحل المشكلة دي كذا، طب نعرضها بالشكل الفلاني. لابد من وجود آراء سياسية، وأنا هنا ما بتكلمش على أجهزة أمنية، أنا بتكلم على أجهزة سياسية، على سياسة، على أحزاب تكون موجودة في البلد. حد هيقول لي طيب ما هو الأحزاب كمان ضعيفة، وهذه حقيقة أخرى، الأحزاب أيضاً ليست لها قاعدة شعبية على الأرض، يعني هناك جزء يتحمله النظام في تغييب السياسة، وجزء آخر تتحمله الأحزاب السياسية أيضا في تغييب السياسة وغيابها. خالد علي مثلا وكل الأحزاب المعارضة مش موجودة على الأرض، مش موجودة على الأرض، مش بس يعني مع احترامنا لكل الأسماء اللي موجودة، لكن هذه الأحزاب، كل الأحزاب بما فيها الوفد، بما فيها التجمع، بما فيها الدستور، كل الأحزاب دي حجمها قد إيه على الأرض؟ لا تستطيع أي مرشح لهذه الأحزاب، لا يستطيع أن ينافس، حتى مش عايز أقول يفوز بالانتخابات، حتى ينافس، حتى لو اجتمعوا على مرشح واحد لا يستطيعون حتى المنافسة. وأنا هنا ما بتكلمش على الفوز، بتكلم حتى على المنافسة. يعني المنافسة والحياة السياسية والأمر ده كله ما علينا.
ما علينا الحقيقة، يعني هقول ايه غير ما علينا، وانه زي ما بنقول يا جماعة العالم والسياسيين في العالم، ودلوقتي احنا كله يعني كله مفتوح على بعضه، والدنيا كلها مفهومة وباينة وواضحة، وانه كان هناك البحث عن منافس، يعني اتقالت كده. طب ليه شكلنا يبقى كده؟ ناس كتير زي ما بقول لكم قالوا كان افضل حقيقي انه في رغبه شعبيه للسيسي خلاص، وفي وانه ما كانش في حياه سياسيه، مش هتنقذ الحياه السياسيه بانك تترشح مرشح على اخر لحظه، بالعكس بالعكس خالص. ولكن مش مشكلتنا، هناك شخصيات مصريه تدعو لمقاطعه الانتخابات الرئاسيه، طبعا اللي هم بقى اللي هم من الاخوان، واللي هم من المعارضه الحقيقيه، واللي هم مش شايفين انه كان المفروض الرئيس يكمل، بدأوا يعملوا ايه؟ بدأوا يحشدوا لانه يكون في مقاطعه. طبعا ده الرأي الاخر برضو، زي ما بقول لحضراتكم احنا عودناكم في برنامجنا ان احنا بنعرض كل الاراء، وبالتالي انه هنا ايه الاخبار؟ يعني الناس بتقول ايه بعد المشهد الحالي؟ هل في فعلا ناس هتدعو للمقاطعه؟ فاكرين برضو لما قلت لكم حتى حمله خالد علي لما سالوهم هل هتقطعوا ولا هتعلنوا ايه؟ قال لك احنا بنجتمع ولسه هنعلن، ما اعلنوش لسه موقفهم بالنسبه لهذا الامر، ولكن هناك هذا التقرير، التقرير معانا يا ترى؟ بالنسبة ليه انه في بعض الشخصيات اللي بتدعو للمقاطعة. طبعا الشعب المصري برضو شعب لا يساق ليس كالقطيع، وانه دي بعض الاراء، ولكن الوضع على الارض طبعا هيكون مختلف بالتأكيد. الصريحة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المصرية جاءت على لسان خمس شخصيات، وهم القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح، والنائب محمد أنور عصمة السادات، والمرشحان السابقان لمنصب نائب الرئيس هشام جنينة وحازم حسين، والمستشار السابق للرئيس الأسبق عصام حجي. ندعو شعبنا العظيم لمقاطعة هذه الانتخابات كلياً وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها. الشخصيات الخمس اتهمت الرئيس المصري المنتهي ولايته عبد الفتاح السيسي بمنع أي منافسة نزيهة على حد قولهم، كما ندد الموقعون بمناخ الخوف والجدول الزمني الضيق للانتخابات الذي لا يتيح للمنافسين فرصة حقيقية لطرح برامجهم. وتأتي دعوة المقاطعة في وقت شهد فيه سباق الرئاسة الذي يخوضه السيسي بحظوظ وافرة جدا في الأسابيع الأخيرة، استبعاد مرشحين من قبل السلطات المصرية، في حين قال آخرون إنهم اختاروا عدم خوض المنافسة والانسحاب بسبب الضغوط التي مورست ضدهم وضد أنصارهم، لتبقى الساحة مهيئة لفوز عبد الفتاح السيسي. طبعا زي ما قلت لكم، زي ما انتم شايفين، يعني بعض من المعارضه الاخوان بالتاكيد طبعا هيحاولوا يحشدوا في قنواتهم لموضوع المقاطعه والكلام ده كله، وانه كده الوضع طبعا اختلف، بقي فيه مرشحين بس. خلوا بالكم احنا لسه منتظرين برضو اللي هو بعد فحص الاوراق تقريبا خلال كام يوم كده هتعلن الهيئه الوطنيه للانتخابات نتيجه فحص الاوراق والنتيجه النهائيه، واذا كان بالفعل موسى مصطفى موسى استوفى اوراقه واستوفى المطلوب والشروط المطلوبه للترشح. وبعد الفحص يعني هو طبعا برضو اتقال انه هو اخذ 20 تأييد من البرلمان، كان بيقول برضو ان معاه توكيلات من الشعب يعني المصري، اللي كان من خلال اللي هي التوكيلات يعني اللي كانت بتتعمل، لكن المؤكد بانه موضوع التوكيلات ده فيه كلام، لكن المؤكد هو تأييد 20 من البرلمان. بفكركم ان البرلمان التأييد اللي كان من البرلمان كان 400 عفوا 549 تقريبا او حاجه 40، اللي هم كانوا ايدوا الرئيس السيسي من عدد حوالي 590 عضو في البرلمان، وانه من الشروط المطلوبه انه كان يبقى في تأييد من 20 نائب فقط او 25,000 توكيل يتعمل في الشهر العقاري، والتوكيلات دي كانت بتتعمل عن طريق يعني شرط اخر جوه موضوع ال 25,000 ده، انه يكون في 15 محافظه 1000 على الاقل من كل محافظه. وبالتالي طبعا عشان يقولوا لي ان موسى مصطفى موسى مرشح الغد حزب الغد يعني والمرشح الثاني جاب ال 25 بهذا الشكل من غير حتى ما احنا نضرب حاجه، من غير ما حد يذكر اسمه في الفتره اللي فاتت، اعتقد يعني صعب قوي. اتمنى انه ما يتقالش ان هو جاب ال 25,000 يعني، والا هتبقى الورق ورقنا والدنيا دنيتنا يعني، فبتهيألي انه مش هيبقى كده يعني. 20 نائب ماشي،
لكن موضوع انه 25,000 توكيل دي هتكون صعبه جدا. الحقيقه الرئيس النهارده ايضا كانت له ايضا كان المسؤول عن حملته استاذ محمد بهاء ابو شقه، كان اقام مؤتمر صحفي، وكان برضه الساعه 6 مساء اليوم، وكانت ابرز تصريحات مؤتمر الحمله الانتخابيه للرئيس عبد الفتاح السيسي ملتزمه بنصوص القانون، وكان برضو بيقولوا غير مسموح لاي شخص تلقي تبرعات باسم الحمله، الحمله لا تنشغل بالرد على اي مهاترات. اكدت الحمله على حصولهم على 519,000 تاييد من التاييدات اللي هي كانت زي ما بنقول انه اللي هي من الشهر العقاري، بيقولوا واخدين 915، ولكن ما تم تقديمه هو فقط لو تفتكروا كانوا قالوا تقريبا 170,000 حاجة زي كده، وقال لك علشان تتسنى للهيئة الوطنية فحص العدد ده. نشوف مع حضراتكم هذا الجزء من حملة الرئيس السيسي المرشح الأول لرئاسة الجمهورية. إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم طلب الترشح الخاص بالسيد عبد الفتاح السيسي بموجب الوكالة القانونية التي أصدرها لي في هذا الصدد. وتقدمنا بهذا الطلب على النموذج الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي لا يجوز أن يقدم الطلب إلا على هذا النموذج. وتقدمت كذلك رفق هذا الطلب بمستندات، سأشير لحضراتكم إلى بعض هذه المستندات، لكن الأهم أن أشير أننا تقدمنا تأييدا لهذا الطلب بعدد 549 نموذج تزكية صادر عن النواب من مجلس النواب المصري. وبالمناسبة أن هؤلاء النواب عندما راجعنا نماذج التزكية هم يمثلون أطيافا سياسية مختلفة ولا ينتمون إلى طيف أو ميل سياسي واحد. ده بس اجزاء يعني جزء من النهارده يعني المؤتمر الصحفي كده للمرشح السيسي كمرشح لفتره ثانيه للانتخابات الرئاسيه المزمع عقدها في مارس القادم ان شاء الله. وبرضه عرضنا عليكم جزء من المؤتمر الصحفي للمرشح الجديد في اللحظات الاخيره مصطفى موسى. بالطبع طبعا هناك لسه ما زالت تأييدات للرئيس السيسي طبعا بالنسبة لموضوع حزب النور، كان لسه عايز يعني كان برضو بيقولوا يا ترى هيأيد السيسي ولا لا، فقال لك ان هم بيدعموا السيسي بالفعل، وهم كمان رافضين ترشح اي شخص من خلفية اسلامية ولكنهم يدعموا الرئيس السيسي. قال محمد صلاح خليفة المتحدث باسم حزب النور ان الحزب قرر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء على استطلاع اراء لجانه في المحافظات المختلفة، مؤكدا ان الحزب سيقدم ورقة عمل للرئيس في الفترة الثانية للحكم تتضمن اصلاحات سياسية واقتصادية، واكد ان حزبه سياسي وليس اسلامي، مع انه حزب النور السلفي بس حزب سياسي. خلينا برضو نصدق ولغاية دلوقتي موضوع الاحزاب اللي على خلفية دينية مفيش اي مشاكل خالص، قال لك احنا من 2012 نرفض ترشيح اي شخص من مرجعية إسلامية، ده يبين لكم على طول أنه هو حزب ليس إسلامي ولا ليه علاقة بسلفي ولا ليه علاقة بحزب النور. ما علينا، برضو ما علينا تاني. نيجي برضو يعني التأييد الآخر جاء من بيت العائلة. بيت العائلة أعلن دعمه للرئيس السيسي، وقال إيه بقى بيت العيلة؟ أنه دعمه للرئيس السيسي عبارة عن مساندة لأمن واستقرار مصر. بيت العائلة المصري كان افتتح في كفر الشيخ، وشارك في افتتاح فرعه عدد من الشخصيات العامة والتنفيذية، والقمص بطرس بسطروس وكيل عام مترونية كفر الشيخ قال ان بيت العائلة بيعني الاستقرار والتنمية في مجتمع كفر الشيخ، مؤكدا لا تفرقة بين احد من ابناء المجتمع، كلنا مصريون نعيش في وطن واحد يجمعنا الحب والمودة. سمانا الدكتور محمد أبو زيد المنسق العام لبيت العائلة المصرية دور العائلة المصرية أو بيت العائلة المصرية يعني في دعم الرئيس السيسي لولاية الثانية مساندة لأمن وأمان واستقرار مصر. وطبعا هناك ردود فعل طبعا زي ما أنتم عارفين على موضوع بيت العيلة ككل، وعلى موضوع أنه التأييد للأمن والأمان والاستقرار. يعني برضو بغض النظر أنا برضو زي ما تعودنا بنقول الآراء المختلفة اللي بنطرحها على حضراتكم، ومع احترامنا لكل الآراء مع وضد، يعني الموضوع كله إنه مجرد طرح للآراء المطروحة على الساحة.
طبعا في بقى شخص يعني قال لك ان انا جمعت 20,000 توكيل. طبعا 20,000 توكيل ده مش هينفع يتقدم، وهو اسمه محمود رمضان، وقال لك ان انا عندي افكار بره الصندوق اسابق الزمن للوصول للعدد القانوني من التوكيلات. طبعا ده الكلام ده كان نشر صورا له على حسابي الشخصي عبر موقع فيسبوك اثناء توقيع الكشف الطبي ضمن اجراءات الترشح، ان هو بالفعل قام باداء الكشف الطبي، ولكنه من الواضح ان هو ما قدمش اوراقه. ما سمعناش انه حد تاني غير موسى مصطفى موسى قدم اوراقه، معنى كده ان هو ما كملش التوكيلات. فهو قال لك ان انا يعني انا بسمي نفسي مرشح محتمل، ولو اصبحت رئيس لمصر ادي الكتاب، في كتاب هتناول فيه البرنامج الانتخابي. وقال لك ان البرنامج الانتخابي لا يعتمد على تقديم شعارات، لكن بيعرض مشكلة ثم يقوم بتحليلها بأفكار خارج الصندوق. ليضيف بيقول كمان ان انا استغرقت سنوات طويلة لدراسة اقتصادات الدول الكبرى والصغرى لإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التي تتعرض لها مصر، وانه في فرص استثمار جديدة. يعني طبعا بقول لكم بس حضراتكم لانه نفس الحكاية، انت برضو جاي قبل 48 ساعة وبتقول ان انا جمعت 20,000 توكيل، وان انا بصارع مع الزمن عشان اجمع الباقي، وان انا على مدى 40 سنة وعلى مدى مش عارف كام سنة وعلى مدى ايه، وانه وبرنامج وكتاب والكلام ده كله. طب ليه لم تظهر برضو سابقا خلال كل السنوات اللي فاتت؟ ليه ظهرت 48 ساعة قبل غلق باب الترشح؟ كل ده يعني بيقول لنا فعلا انه الحياة السياسية يا جماعة، والحياة السياسية الغائبة في مصر للأسف الشديد.